قال رئيس هيئة الرقابة التموينية بمحافظة أسيوط في تصريحات لإكسترا نيوز إنه تم شن حملات رقابية موسعة على الأسواق ومحال الأسماك المملحة والمحال التجارية، وذلك لضبط أي تلاعب بالأسعار أو مخالفات في إطار تنفيذ خطة المحافظة لاستقبال شم النسيم. احنا دايما في المناسبات والأعياد بنبقى واضعين خطة لتكثيف المرور على المحلات، وبالأخص أعياد شم النسيم عشان محلات الفسيخ والأسماك المملحة والرنجة الأسماك المدخنة. بيتم التنسيق مع طب البيت والصحة ومباحث التموين. في الأسبوع المقضي يعني تم ضبط طن ونص أسماك مملحة غير صالحة للسياكة الإعلامي في مركز زيروت. برضه من يوم الأربعاء تم ضبط 200 كيلو في مركز أبو تيك أسماك غير صالحة للسياكة الإعلامي من أسماك مملحة. حاليا زي ما أنت شايف حضرتك النهاردة شغالين ويوميا بالتنسيق مع طب البيت والصحة على المرور على محلات الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة واللحوم والدواجن للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدم من عدمه وضمان الصحة العامة للمواطنين.